الآلية ميكانيزم هذا تاع هذا البروتوكول العلاجي هو أساسا ليقوي المناعة، اشرح لنا يعني علميا كيفاش يقدر يقوي هذا المناعة. هو المناعة نتاعو يقويها في ثلاث أشياء مهمة جدا. الحاجة الأولى هو السيستم إيمينولوجيك، اسمح لي ما نعرفش نقوله بالعربية. من سيستم إيمينولوجيك la chloroquine, elle va aider l'activation des cellules immunologiques, des T-cells et des cells, pour pouvoir être actives et combattre l'infection virale. الحاجة الثانية, la chloroquine, qui تشربها بعد مدة يوم ولا يومين, راح تروح الكل les organes نتاعك. Donc, on aura une dose qui va se permettre de se disperser le corps autour de beaucoup d'organes, notamment les poumons. Donc, une fois que le virus est djihandik, le virus il va trouver un moyen pour t'infecter. Il est gêne, il sait qu'il est infecté. La chloroquine, elle va réduire l'inflammation aussi au niveau des poumons pour donner une opportunité لهذا le système immunologique اللي رانا ساعدناه باش يبدا يتاكي الفيروس و لا كلوروكوين تحبس الفيروس باش ينفكتي لا سيلول و تحبس الفيروس باش يخرج من لا سيلول تما كي ينفكتي لا سيلول في لي بومون الفيروس عنده حاجه وحده برك راح يستعمل لا سيلول كيما وزين وراح يخدم مليون ولا زوج ملايين منه ومن بعد لازم يفسد لا سيلول هذيك باش يخرج يزيد يهرب يزيد باش يزيد ينفكتي دونك لا كلوروكوين تحبس الفيروس باش يخرج من لا سيلول هذيك دونك لي تروا زيفي هذو سون تري امبورطون فور لا بريفونسيون. يعني حتى باش نبسطوا الامور، يعني هو يقوي النظام المناعي بصوره عامه، هذا اولا. بصوره ثانيه أولاً انه يصل الى جميع اعضاء الجسم الانسان، واهم شيء انه يعني كما يقول لك يعني يحاوز هذاك الفيروس من داخل الخليه باش ما يتكاثرش داخلها باش ما يخرجش. الفيروس هذا لا كلوروكوين c'est pas un agent antiviral. C'est un agent protectif يخدم بان ميكانيزم ديفيرون. كاينين الناس بزاف كيما قال الكوليج هادو لي زيكسبير اللي راهم يخرجوا ديما كل واحد يجيب الحكايه جديده. لا كلوروكوين ني با انتيفيرال باش الناس يعني يفهموا هذه ما عندها حتى علاقه مع الفيروس. ما تحبش الفيروس باش يزيد يدير كونتيتي كبيره داخل لا سيلول. لا كلوروكوين تعاون باش الفيروس ما يخش لا سيلول وتعاون باللي الفيروس هذا اذا كان راهو تنفكتا اون سيلول وحده ما يخرجش ويولي ينفكتي لي سيلول اللي يوليو حذاها في لي بومون تاعك. شغل تبقى تقول تحاصروا داخل الخليه، تحاصروا تخليه لداخل، تحاصروا داخل الخليه، تحاصروا بزاف، لان الفيروس هذا كي ينفكتيك ويدير لك لا ديستركسيون يولي يكسر لي سيلول هذو، لو فيروس هذاك توصل له اون اوبورتينيتي باش يخش في لو سيستيم لنفاتيك، يولي يخش في الدم تاعك. وإذا كان لو فيروس هذا خش في الدم تاعك، الحاجة الأولى اللي راح يطاكيها هو القلب. والحاجة الثانية هو الفوا. ثم يديروا دو بريفونسيون اي دو تريتمون c'est d'éviter que le virus هذا يخش في السيستم لنفاتيك يخش في الدم. إذا كان الفيروس هذا خش في الدم ما عندنا حتى دواء. يعني هو كإجراء وقائي ممتاز جدا. كإجراء وقائي ممتاز جدا جدا. وأعني أنايا ماذا بيا تسمى جو لونس ان كونساي فور لو بريزيدونت بون pour les gens âgés de 50 ans et plus, surtout les retraités, راك راح تعمل فيهم مزيه وتعمل في روحك مزيه. هذه خطوه مهمه، هذه خطوه مهمه راح نتحدث عليها بعد الفاصل ان شاء الله بروفيسور.